نيجي نسمع لرأي تاني في موضوع تغيير النظام. كويس يلا احنا بينا. بعدنا عن الكرة ودخلنا في التفاصيل الإدارية. معايا على التليفون الناقد الرياضي الكبير الأستاذ علاء عزت، الناقد الرياضي بالأهرام العربي بمجلة الأهلي. أستاذ علاء مساء الخير على حضرتك وبرحب بيك، وبالأستاذ أو الكابتن طبعا بالتأكيد إسلام عادل بيرحب بيك. أهلا وسهلا بيك يا أستاذ محمد، وأهلا وتحياتي للكابتن إسلام وكل سنة. أهلا بحضرتك يا فندم. طيب أولا عايز أعرف منك مسؤولية الإعلام عن المرحلة القادمة ومسؤولية الإعلام عما حدث في الفترة السابقة بالنسبة لكل ما يجرى وما يدار في الكرة المصرية. شوف أستاذ محمد، أنا النهاردة فوجئت يعني إن الجماهير الرأي العام كله في مصر بيحمل الإعلام مسؤولية الإخفاق الكبير اللي حصل، والأول مرة بشوف اتهامات مباشرة من الشعب أو من جماهير الكرة للإعلام إن هو ضلع اصيل في هذا الاخفاق، وان واحد من اسباب هذا الاخفاق، واتهمونا اتهموا الاعلام ان هو كان مسؤول او ان هو اخفى الحقائق، وان هو كان بيحاول يجمد صوره المنتخب بشكل كبير جدا، وان هو كان بيدافع عن اتحاد الكره دائما وابدا سواء على حقبات. ودي قضيه كانت مهمه جدا النهارده، كانت قضيه كانت محل نقاش كتير جدا في السوشيال ميديا بين كل زملاء الاعلاميين. يعني النهارده شفت اكثر من زميل اعلامي النهارده كان بيناقش الامر مع الجماهير بهدوء، لكن الجمهور للاسف الشديد اختلط عليه الامر، اختلط عليه، شافنا ان احنا متهمين وما قالش ان احنا دورنا نكشف الحقائق ولا نحاسب المسؤولين. كل الناس بيسالوني طب انتوا كنتوا فين؟ كنتوا عملتوا ايه مع اتحاد الكره عشان ما قلتوش اتحاد الكره ليه طالما هو فاسد؟ لكن هم ما يعرفوش ان دور الصحافه هو كشف الاخطاء وليس محاسبه المسؤولين، ودي نقطه مهمه جدا. مظبوط. وكمان حملونا مسؤوليه ان احنا ما اتكلمناش ساعه الازمات اللي حصلت او التهريج او الفوضى اللي حصلت في معسكر روسيا، لا، والاعلام كان ليه دور كبير جدا في كشف العديد من الازمات اللي حصلت في معسكر روسيا، وان كان تم تعتيم الامر عليها، لكن الناس ما لا تدرك في نقطه مهمه جدا استاذ محمد، ان الاعلام دلوقتي للاسف الناس بتحكم على الاعلام من خلال القنوات الفضائيه او من خلال قناتين فضائيتين تحديدا، يعني لخصوا الاعلام كله في صوت قناه شخص قناة او فضائية. اثنين في شخص او اثنين في شخص او اثنين فلكن انا عايز اقول لهم بس، ونظرا يمكن اتناقشت النهارده يمكن اكتر مره في حياتي اتناقش مع الجمهور في حضور الاعلام او اهميه الاعلام او وظيفه الاعلام او حدود الاعلام ايه. هم اختصروا الاعلام كله في قناه واحده وباشخاص معينين، لكن انا قلت لهم ان يعني اعترفت لهم النهارده ان اتحاد الكوره نجح بالفعل في بعد ازمه روسيا ان هو يعمل كتيبه اعلاميه خاصه بيه، ان هو يعمل لوبي اعلامي قوي جدا خاص بيه، فابتدى اللي هو ده كان بيصدر هو اللوبي ده او المجموعه دي كانت بتصدر المشهد الاعلامي، فبالتالي كلنا اتحسبنا على هذا المشهد. دور الاعلام طبعا استاذ محمد، حضرتك انت طبعا اعلامي وقديم ما شاء الله عليك، وعارف احنا دورنا ايه بالظبط. احنا دورنا كشف الحقائق بس، واذا كنا البعض بيلتزم الصمت في اوقات معينه بيكون ده لدعم مسيره المنتخب مش اكتر، وليس خوفا وليس تملقا في احد. يعني فلما بيجي يتكلم على الاخطاء دلوقتي الناس كلها بتقول انتوا كنتوا فين من الاول، لا، احنا الناس لازم تفهم ان احنا دورنا الدعم والمسانده حتى وقت الاخفاق، يعني اذا كان في نجاح فاحنا بنكون شركاء في النجاح، لكن لا نتحمل الاخفاق. يعني انا مندهش من موقف الجماهير اللي بتحمل الاعلام ده، بالعكس يمكن ده احنا بقينا متهم الاول دلوقتي، يعني يمكن لاول مره بتشوف الاعلام بيتحط اللي هو المتهم الاول بعد كده اتحاد الكوره، ودي النقطه اللي انا كنت بحب جدا اتكلم فيها الخلط اللي بيحصل عند الراي العام. لكن يا استاذ علاء برضو عايز اكد على نقطه مهمه، وبغض النظر لان اتحاد الكوره مش كل مسؤوليات المنتخب، بالعكس احنا على مدار اخر شهرين ثلاثه كشفنا سلبيات كتير وقلنا يا جماعه ركزوا اكتر في اللوائح وركزوا في مواعيد القيد وركزوا في نهايه المسابقه وركزوا في شكل المسابقه. دي كانت محمد، دي كانت بصفه شخصيه بالظبط، يعني قعدنا نكشف سلبيات كتير، يا جماعه داخلين على بطوله افريقيا عايزين الناس كلها تركز مع المنتخب، انهوا المشاكل المحليه يا جماعه، ركزوا شوفوا مشاكل الكره المصريه، ما فيش حد كان بيفكر في ده، وكل السلبيات دي قلناها ومع ذلك برضو لغايه اللحظه دي ما فيش حل ليها، والفترة الجاية اعتقد ان احنا رايحين للاسف في طريق متعلق باللائحة وبالموسم القادم في شكل مش كويس، وده اللي احنا السلبيات اللي ركزنا عليها، ولما حتى المنتخب كان بيستعد قلنا يا جماعة الجهاز الفني بغض النظر عن بعض الاسماء اللي موجودة في اختيارات غلط، في ترتيب غلط، في مباريات ودية بتتحضر لها غلط، قلنا كل ده، بس في النهاية في منتخب بيلعب وفي اتحاد مسؤول، وفي الاخر النتائج هي اللي هتحكم اذا كنا صح ولا غلط، ده دور الاعلام ان هو يحدد المشاكل اللي موجودة ويصارح الرأي العام بيها، لكن المسؤول اللي موجود على الكرسي هو صاحب القرار، في النهاية هو بيتحمل نتائج قراره أو بيتحمل مسؤوليات قراره. بالتأكيد أستاذ محمد، فعلا أصبت نقطة مهمة جدا، لكن اتحاد الكرة ده كان
محظوظ جدا 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 ان هو في التوقيت بتاعه ان منتخب مصر كان بيشارك في كاس عالم، تصفيات كاس عالم، بعد كده من حسن حظه الشديد ان احنا استضفنا بطوله كاس الامم الافريقيه، وهو كان محظوظ جدا جدا في هذا الامر. فبالتالي كان المنتخب الوطني كانت هي حائط الصد للاتحاد. احنا شفنا كان ممنوع الاقتراب او التصوير من اتحاد الكره في الفتره ما بين التاهل لكاس العالم من اكتوبر 2017 لحد يونيو 2018، كان اتحاد الكره محصن ضد النقد، وكان اي حد بيواجه اتحاد الكره كان بيتهم ان هو خائن وعميل لانه بيمشي في الاتحاد، واحنا على وشك الاستعداد او المشاركه بكاس العالم. جينا بعد ما خلصنا من كاس العالم لسه دوبك بنبتدي نواجه الاخطاء دي، كانت مصر نظمت كاس الامم الافريقيه، فقال لك يعني ما حدش يتكلم، احنا مقبلين على صف البطوله ولازم التوحد. انا بقول عشان كده الاتحاد الكوره كان محظوظ جدا 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 في الجزئيتين دول، جزئيه انها تاهل لكاس العالم وجزئيه استضافه بطوله كاس الامم الافريقيه. طيب. اتحاد الكوره لقي درع او لقي حائط صد قوي جدا ليه يداري من وراه كل سوءاته وكل عيوبه وكل اخطائه الاداريه الفاتحه، وللاسف الشديد زي ما قلت لحضرتك كان عنده اعلام قوي جدا 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 كان بيقدر يعمل حائط صد او يعمل حائط عازل بينه وبين الراي الاعلام الحقيقي او بينه وبين الجماهير. طيب اخر حاجه يا استاذ علاء، والسؤال بقى اللي بيطرح نفسه للفتره الجايه ولسه الكل شغال في دايره مين اللي هيدير الاتحاد ومين هيجي مدير فني منتخب، وفي حاجات اهم من ده 100,000 مره. الفتره الجايه مش عايز اقول فراغ، بس الفتره الجايه مين المسؤول عن اصدار لائحه شؤون اللاعبين للموسم القادم؟ مين المسؤول عن اصدار لائحه المسابقات للموسم القادم؟ مين اللي هيحضر الحكام للموسم القادم؟ الفكره مش اختيار مدير فني، مين اللي هيحل ازمه القيد الافريقي خلاص خلال الشهر الجاي؟ مين المسؤول عن ان الاتحاد الافريقي ما اخترقش لغايه دلوقتي بخطاب رسمي ان القيد مستمر لغايه 5/8 زي ما قيل من حوالي اسبوعين ثلاثه، والقيد اخره 30/7 ومفيش استثناء زي ما اعلنا واكدنا ده اخر اكتر من شهرين ثلاثه بنقول الكلام ده، مين هيحل كل المشاكل دي؟ هل المدير التنفيذي للاتحاد اللي هيحلها ولا مين اللي هيحلها؟ شوف، هو على الورق وقدام الراي العام هيكون المدير التنفيذي، لكن انا اؤكدك ان المدير التنفيذي ما هيكون مجرد ديكور فقط. انا عارف ان في مسؤولين في مصر هنا مش الكل متخاذلين، مش الكل يهربوا اهانته المركب، لا، احنا بالفعل عندنا قيادات كويسه جدا، عندنا ناس بتفكر، عندنا في الاتحاد الافريقي ناس ممكن تشتغل لصالح المنتخب، لصالح الكره المصريه بجد، ودي انا اتكلمت النهارده فيها مع مسؤول كبير جدا 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 جدا، النهارده اتكلمت معاه اكثر من حوالي ساعه ونص واتكلمت معاه في النقط دي كلها اللي انت اثرتها، وقال لي ما تقلقوش احنا خايفين على الكره المصريه اكثر من المسؤولين عنها ما هم خايفين، احنا اللي كنا بنبادر باحتواء الازمات اللي في صدر الكره المصريه، كنا بنفصل مفعول قنابل كتيره جدا، وكنا في الاخر خالص بنخلي المهندس هنا وليد هو اللي يعلنها الراي العام على اساس ان هو اللي عاملها، لكن انا بقول لك استاذ محمد ما تقلقش، الامور دي هيتم حسمها، الاتحاد الافريقي معانا من خلال رجال بيحبوا مصر بجد جوه الاتحاد الافريقي وبيعملوا على صالح الكره المصريه بجد. المدير التنفيذي هيكون مجرد ديكور، لكن انا واثق ان كل المشاكل دي هتتحل. القيد هيتم فتره السماح للكره المصريه هيتم اعتماد فتره السماح زي ما هي دون خلل، مفيش اي مشكله خالص في موضوع القيد الافريقي. اتمنى ان شاء الله باذن الله يا استاذ محمد تقلقش شيء. اتمنى احنا القصه دي بنتكلم فيها يا استاذ علاء مع بعض من شهر ابريل، فاكر من شهر ابريل طبعا بنقول يا جماعه في مشكله جايه، يا جماعه خدوا بالكم في مشكله جايه، ومحدش كان واخد باله، وكل محدش كان واخد باله خالص. بس انا ساعتها انا كنت عارف ان اتحادك، انا ساعتها حتى انت كنت منفعل جدا في الحاله وانا قلت لك ما تقلقش، لان كنت عارف ان في ناس بجد، يعني سيبك من المسؤولين عن اتحاد الكوره اللي هم ما كانوش همهم مصالح اتحاد الكوره خالص، لكن انا كنت بكلمك وكنت بطمنك وقتها، لان عارف ان في ناس في داخل الاتحاد الافريقي ومش شرط يكونوا مصريين حريصين جدا على صالح الكوره المصريه. استاذ علاء عزت الناقد الرياضي الكبير بالاهرام وبمجله الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليك يا رب ولاسره الاعلام الرياضي خلال الفتره القادمه.